احصل على إجازة جامعية من دون دراسة وحضور، هذا ما يجري في كلية الصيدون الجامعية بمدينة صيدا. فبعد تواصل أحد الأشخاص مع قناة الجديد كان قد اشترى قبل أسابيع شهادة من الجامعة يعود تاريخها إلى عام 2003، وبتصديق من وزارة التربية قصدنا الجامعة لإثبات ذلك. وإليكم ما حدث. طب صيدا لا ما في. هلا بدنا نطلع مرسوم. طب لا عم بقول لكم خذوا هيدا الشهادة كلها. أنا بدي أطلع مرسوم جديد يمكن خلال شهر. أكيد بس بدي أحضر فصل معي لحتى. أكيد. أنت أي سنة في البكالوريا؟ إيه. أنت بدك تتخرج. أنت بدك إنه فتة أول سنة على الجامعة. من 3 سنين إذا ما فيك. يجوا بالأمن العام يعني. إجوا أخذوا للأمن العام؟ أنا زبط لك أنا الوحدة ب4000. آخر شيء الشهادتين قد إيه زبطت لك إياهم؟ أنت قلي إياها 6.5. 6.5؟ لا 6000. 6000 بس بدون معادلات. إنه أقلها قد إيه اللي بقدر ندفع أول شيء؟ أنا قدرت أمنحني مبلغ. نصه؟ هو 2500. ولأن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق من هم في أعلى الهرم، تواصلنا مع مدير الجامعة الدكتور محمود الخطيب باسم مستعار طالبين شراء شهادة، وذلك لمعرفة ما إذا كان على علم بما يجري. فكانت المفاجأة. قصدي بالنسبة للتخرج بتفضل نراجعوا لورق هيك شيء؟ بس نراجعوا تقريبا لشيء 2014 2013. 2014 التخرج؟ قديش هتكلف الخبرية؟ نحن بحكيك الصراحة نحن بتكلف تقريبا مع المصادقات كلها بحدود 4.5 تقريبا. 4500؟ صحيح. ولإعطائه حق الرد توجهنا إلى مكتبه، إلا أن التهرب كان سيد الموقف. هو صراحة مش هون، عرفت؟ شو فيني يعني مش موجود لأنه طالع عنده سفرة عم بخلص شغلة. جاي عند الدكتور محمود. والله الدكتور محمود مش هون. كان عنده اجتماع مع أحد مسؤولين وزارة التربية. دكتور محمود؟ هلا تو وقتين تجيته هو كان هون. بعد علمه بقدومنا أرسل إلينا مدير الجامعة رسالة محاولا إصلاح الموقف، حيث دانته عباراته المنمقة. تشير معلومات الجديد إلى أن الفساد في الجامعة مدعوم من البعض في وزارة التربية، لذلك نضع هذا التقرير في عهدتها لاستكمال التحقيق فيما بدأناه.